يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا. اليوم خصصنا دقائقنا لأغلى ما نملك، هم الخير والبركة ومصدر الحكمة والوقار، أكيد هم كبار السن الله يحفظهم لنا. محبتنا لهم من محبتهم لنا، وأيضا اهتمامنا فيهم من اهتمامهم فينا، وكل ما قدموا لنا طوال حياتهم حتى ننعم بحياة كريمة لابد أن يتقابل ولو بالاهتمام القليل. واليوم نتكلم عن كل ما يخص صحتهم في شهر رمضان، شهر الخير والصيام، وأكيد مع الدكتور علي. مرحبا وسهلا فيك دكتور. يا مرحبا ملايين أختي مريم. دكتور، اليوم خصصنا حلقتنا لكبار السن، راح نتكلم عن كل ما يهم صحتهم في هذا الشهر الكريم، وخصوصا مع دخول او مع ساعات الصيام الطويله اللي قد تضر في صحتهم. بالنسبه دكتور لبعض الكبار السن اللي قد يعانون من امراض مزمنه او اعراض الشيخوخه، كل هذه الامور كيف ممكن الواحد يعني يدخل فيها في شهر رمضان، يكون مستعد فيها في شهر رمضان؟ صح، وبعد نحب ننوه ان دائما الفسيولوجيه اللي حاصله في جسم الانسان كل ما تقدم في العمر تختلف، من يكون عمره اقل او عمره شباب او في مرحله النضج مثل ما نقدر نقول، ففي تغيرات تحصل على مستوى جسم الانسان، تغيرات تحصل بعد على مستوى نفسيه الانسان، وهي الاشياء كلها تلعب دور في موضوع الصيام، في موضوع قدره الانسان على اتمام فرض الصيام ولا لا. صحيح، لان بعض الكبار سن دكتور يكونوا متعايشين على الادويه وصعب انه يستغنوا عنها في اوقات معينه، خصوصا مثلا في اوقات الصيام، فكيف ممكن انه يكيف نفسه مع دخول شهر رمضان؟ اكيد بالدكتور المختص، معه بالرجوع للدكتور المختص، وكيف تكون تنظيم يعني نظام الادويه؟ صحيح، طبعا احب انوه قبل ما نبدا في موضوع الادويه ان دائما كل ما تقدم الانسان في مرحله العمر كل ما كان عنده نزول في وظائف، مجموعه من الوظائف في الجسم، من ضمنها وظائف الكلى، من ضمنها وظائف الرئتين، هاي الاشياء كلها تبدا تاثر مع الانسان مع تقدم العمر، وهاي المرحله الطبيعيه او الرحله الطبيعيه للعمر الانسان. نعم، فالانسان حتى مع مرحله الادويه ومرحله الامراض المزمنه لازم دائما انه ياخذ في حسبانه وفي باله هذا التقدم وهالتغيير اللي حاصل. فمتى ما قرر انه ياخذ في فرض الصيام لازم اول شيء مثل ما قلت يستشير طبيب المعالج، هل عنده القدره ولا لا؟ ومن بعدها النظام الغذائي اللي لازم يكون متنوع ومتكامل لازم يكون موجود على جميع الوجبات. على حسب صحه كل شخص او الامراض اللي يعاني منها دكتور؟ اكيد على حسب شخص، كل شخص واحتياجاته، لان في اشخاص ممكن يحتاجون كميات اكبر من البروتينات، في اشخاص ممكن يحتاجون كميات اقل من النشويات والكربوهيدرات، هاي الاشياء جميعها الدكتور المختص والمتابع بناء على الامراض المزمنه اللي يكون متعايش معها الشخص بيكون هو الادرى والاخبر في هذا الموضوع واللي بيعطيه النصائح الافضل. جميل، طيب دكتور بالنسبه لاهميه الفحص قبل دخول شهر رمضان، في بعض الاشخاص يعني او كبار السن لابد انه يتابعون مع الدكتور المختص واجراء فحوصات معينه حتى انه يتاكد الدكتور من ان هذا الشخص قادر على صيام شهر رمضان. جدا مهمه مريم، لكن احنا دائما ننبه وننوه وحتى نحفز ابائنا واهالينا الكبار بالسن ان الافضل الفحوصات الدوريه تتم بشكل دوري، ما في داعي بس انك تاخذ الفحص الدوري، لان انا ابا اصوم يعني وجهز. بس مش فقط على كبار السن، حتى علينا نحن على الجميع، لكن بالذات في الفئات العمريه الاكبر سنا لان في امراض جميع كثيره تحتاج فحوصات دوريه عشان تكتشفها، ممكن تكون ما لها اي اعراض مريم، بس من بعد ما يكون تم اجراء الفحص الدوري بالوقت المناسب تكتشفيها في مرحله مبكره وتقدري تقومي بالخطه العلاجيه المناسبه في هالمرحله. الله يحفظهم يا رب. دكتور، نحن طلعنا لكبار السن وتكلمنا معاهم وتوجهنا لابائنا وامهاتنا وسالناهم بعض الاسئله اللي تخص شهر رمضان، طبعا دائما كبار السن يصرون انهم يصومون شهر رمضان بالرغم يمكن من امراض معينه قد يعانون فيها او يعانون منها، ولكن يصرون هم يصومون شهر رمضان. طلعنا لهم شفنا رايهم في هذا الموضوع، ولو ان الدكتور قال لهم افطروا مثلا هذا مضر على صحتكم، شو كان تكون رده فعلهم؟ هل فعلا راح يفطرون ام راح يصرون على الصيام كعادتهم؟ خلينا نشوفهم شو قالوا وراجعين نكمل مع الدكتور علي. شوفي، اذا الدكتور طبعا قال لي يا علي انت لا تصوم رمضان لان المرض اللي فيك السكري هذا يعني 700 600 ما تحمل الصوم 12 ساعه 13 ساعه، فانا لازم اسمع استشاره الطبيب عشان اني انا ما ودي عمري في تهلكه. طبعا المريض ما عليه حرج، المريض ما عليه حرج. اقول لك عاني من السكر، من الضغط،
هشاشة عظام، روماتيزم، أضرب على 7 أشهر برمان الهشاشة، أعاني يعني من عدة أمراض، بس الحمد لله رب العالمين. دكتور قال أصومي، سويت تحاليل كل شيء قال أصومي، ليه بصوم؟ إن شاء الله تعالى، إذا الله راد، ولا كان شيء من الله سبحانه وتعالى. عرفت إن مرض عندي مرض السكر وكذا، وإذا نصحني الدكتور على أساس إنه في رمضان ما أصوم، والله في الوجه يسمح لي إن إني أنا ما أصوم، فطبعاً ما بصوم لأني بأخذ نصائح الدكتور، وشو اللي ينصحني فيه؟ لأني أنا المصلحة لي مش للدكتور، لي أنا. إذا أنا ما أستطيع إني أصوم، عندي مرضي هذا ما يسمح لي إني أصوم، ما أصوم. عندي مرض سكري وعندي دهون، أو عندي عاني من الضغط وريولاتنا وكذا، والحمد لله عصرنا المستشفى ما قصروا، أعطونا حبوب عن السكري وعن الضغط وعن كل الواحد الأمراض فيه. إنزين، والدكتور يقول يجينا الشهر الفضيل علينا رب العالمين فرضنا عليه، ما نقدر نفطر، ناكل حبوبنا أما شربة ما ناكله في الفطر، على السحور على الفطور ناكله، إلا الفطر ما نقدر نفطر، مش عنا يوم واحد يصير عنا رمضان. احنا فرحانين بهالشهر الفضيل، نرحب وندعي للكبير وللصغير ولشيوخنا الله يطول عمارهم. رمضان وغير رمضان، هذاك الوقت ماشي مرض والصحة تزيد الصحة. الحين الدكتور لو قال لي أنا أنت عندك السكري يوصل فوق 400، أنا صحيح يوصل عندي فوق 450، وقال لي لا صوم، منو بتبع؟ أنا أتبع الله سبحانه وتعالى، أنا بصوم. ليش بتحمل؟ لا دوخ، لا أشرب سيجارة، لا أشرب شيء، لأن الإنسان يتوكل على الله ويروح. الدكتور لو قال لك لا صوم أنا أتبعهم، ولو قال الدكتور بعطيه في البحر أنا بسير في البحر، ما بيقول لي أنا ما بتبع الدكتور، أنا بتوكل على الواحد الأحد الفرد الصمد، الله سبحانه وتعالى هو الناقض النية. رجعنا من هذا التقرير وشفنا مشاهدينا طبعا آراء كبار السن، أمهاتنا وأبائنا فيهم الخير والبركة. طبعا دكتور شو رأيك في رأيهم؟ الله يطول بعمارهم. انصدمت دكتور؟ الله يطول بعمارهم. اللي لاحظت أن الرجال يحبوا يسمعوا نصيحة الدكتور الحريم لا مصرين على رأيهم. نعم نعم، طبعا الدكتور متى ما قدم النصيحه الطبيه بعدم الصيام بيكون اكيد وصل للمرحله هاي عن قناعه تامه. احنا قدر الامكان نحاول نعطي فرصه الصيام للمرضى بشتى الاعمار، نعم، وبالذات في مرحله التقدم في العمر، وخصوصا كل ما كان العمر اكبر نحاول نجري فحوصات ونتاكد ان الانسان هذا مناسب لفرض الصيام ولا لا قبل الاجراء، لان الاهميه هنا انت تهمين حياه الانسان. صحيح. والحمد لله ديننا دين تسامح، دين يسر. نعم، وربنا اعطانا رخصه في هالاوقات والاوضاع اللي احنا نمر بتقدم العمر، امراض مزمنه. بعضهم دكتور يعني ذكر واحد من الموجودين انه ذكر ان ايضا السكري يرتفع لفوق ال 400، يعني هذا خطر جدا في حياته، ومع ذلك مصر انه يصوم شهر رمضان. شو الاعراض اللي قد يعني تصير يعني بمقابل هذه العناد في الصيام؟ صح، هو طبعا متى ما كان السكر في هالحدود معناته ان العلاج غير منتظم وما في استجابه كافيه، فتحصلين الوضع هذا المريض مثل هالحاله يكون على عده ادويه لخفض السكر. فاحنا نخاف اذا هو قام بفرض الصيام انه السكر مو منتظم عنده، ممكن صحيح. تحصل له حاله هبوط سكر، هذه واحده من الامثله اللي كثير تستوي وكثير تتردد. اذا صار عنده الهبوط دكتور ممكن يدخل في غيبوبه او حاله اغماء ولا شو بالضبط؟ ممكن يدخل في غيبوبه، ممكن يدخل في حاله تشنجات وحاله شبه الصرع يعني، وهي كلها فيها خطوره على حياه المريض، ممكن يؤدي في النهايه الى انسداد في مجرى التنفس وتاثر على حياته، فاحنا ما نبغى ابدا حد من اهلنا يوصل لهالمرحله. صحيح. طيب شو دور الاهل في هذه الحاله دكتور؟ دائما الاهل هم الناس المقربين لكبير السن الموجود في هذا البيت، شو دورهم من حيث أن يقنعون هذا الشخص أن صحتك أكيد مهمة علينا وغيره، فدور الأهل الموجود بجانب كبير السن؟ طبعا دور الأهل دور مهم وحساس وحيوي نقدر نقول حتى،
أهم من الأدوية. صحيح. ليش؟ لأن الدعم النفسي اللي يحصله كبير السن جدا مهم. صحيح. معظم الحالات تكون دخلت في حالات اكتئاب غير مشخص. ليش؟ لأنه يحس بعدم وجود شخص مساند. صحيح. له. وهذه النقطة جدا مهمة أختي مريم. ليش؟ لأن الإنسان متى ما حس الناس من حوله تحصلين تغذية مناسبة، تحصلين الاهتمام الصحي. صحيح. والرعاية. نعم. الصحية جدا ممتازة، مستوى الحياة اللي هو ماشي فيها وعايشنا جدا ممتازة بالنسبة لتقدم العمر اللي هو فيه. صحيح. فبالتالي النفسية تلعب دور أن يشجع هذا الكبير السن على ممكن أخذ أدويته بالوقت المناسب. أنا مثل ما ذكر الدكتور دينا دين يسر، فأيضا الإفطار في شهر رمضان بالنسبة اللي يعانون من أمراض معينة أيضا هذا بالنسبة لهم مهم لصحتهم. أكيد. طيب دكتور، بالنسبة لبعض كبار السن يعني مثل ما ذكر في تقرير، الكثير منهم يعاني تقريبا من أمراض مزمنة معينة، السكري، القلب، الروماتيزم، هذه أمراض ممكن قد تضر بالصحة. فمع صيامه في شهر رمضان وأيضا مع اختلاف روتين الأدوية، شو الأضرار اللي قد تصيب الشخص؟ طبعا اختلاف التوقيت اختلاف يكون أحيانا حساس في بعض الحالات، في بعض الحالات البسيطة واللي احنا بعدنا قادرين نسيطر على المرض المزمن، ممكن نقول للمريض تاخذ علاجك على وقت السحور والعلاج الجرعة الثانية على وقت الفطور، ما يؤدي إلى أي ضرر على حياته أو يؤدي أي مشاكل صحية تكون تجد عليه جديد. وبالنسبة للوجبات دكتور، الوجبات تظل مثل ما هي وجبة فطور ومن بعدها يمكن أشياء خفيفة والسحور، ولا كيف يكون نظامهم الغذائي أيضا؟ بالعكس، إحنا بكبار السن نحاول نقول لهم ثلاث وجبات أساسية، وجبة الفطور والسحور من بينهم لازم تكون فيه وجبة، لكن دائما ننصحهم أنهم لازم يكثرون من السلطات والأوراق الخضراء والخضروات. ليش؟ لأن هاي تساعدهم، تعرفين تعويض الجسم. نعم. تعويض الجسم بالأملاح، المعادن اللي هي مهمة جدا بالنسبة لهم، بالإضافة أنها تسهل امتصاص المواد الثانية اللي تناولوها عن طريق المواد الأخرى مثل الكربوهيدرات. صحيح. البروتينات اللي الجسم كله يحتاجها خلال فترة الصيام. يعني لابد الاهتمام بالقيمة الغذائية المقدمة لكبير السن الموجود في البيت. طيب دكتور، أيضا بعض العادات اللي قد ما نستغنى عنها في حياتنا سواء نحن أو كبار السن، ولكن يمكن كبار السن هم اللي أكثر يفضلون هذا الشيء، اللي هو تناول القهوة. إحنا ما شاء الله عندنا القهوة العربية دائما موجودة، وكثرت من بعد الفطور ممكن تشوفهم يشربون أكثر عن فنيان، فأيضا تناول جرعة كبيرة من الكافيين بعد وجبة الإفطار من بعد ساعات صيام طويلة. شو المسببات اللي قد تسبب أو قد يتأثر بها كبير السن؟ طبعا الكافيين واحدة من المواد المحفزة اللي تسبب زيادة في سرعة ضربات القلب، ارتفاع في ضغط الدم، وتعرفين هل مجرا من الأعراض الثانية اللي ممكن تحصل من بعد هذه. صحيح. معظم كبار السن يكون عندهم اختلاج في وظائف القلب، في ضعف في عضلة القلب، فمجرد ما تبدأ ترتفع سرعة دقات القلب، القلب يبدأ يكون غير قادر على تعويض الجسم بكميات الدم، فيبدأ يدخل المريض من بعدها في مرحلة فشل في وظائف القلب، تبدأ صعوبة نفس، ألام في الصدر. احنا ما نبغى، ممكن تأخذ كميات معتدلة معقولة بعد استشارة الطبيب، لأن في بعض الحالات ممكن يالس تأخذ أدوية ممكن تتعارض مع الكافيين، فيكون متأكد أنه كلم الدكتور أن القهوة ممكن أخذها خلال الفترة هذه ولا لا. طيب دكتور، أيضا بالنسبة للرياضة اللي بنعطيها أيضا أهمية في حياة كبير السن، الحركة بالنسبة له بما أن شهر صيام شهر متعب ممكن يكون مرهق بالنسبة لهم، هل أيضا الحركة ينصح بالحركة برياضة معينة بسيطة؟ نعم، الرياضة جدا مفيدة لهم بقدر المستطاع أو بحدود المعقول مثل ما نقول. الرياضات المائية إذا كان في مسبح، الكبير بالسن ممكن يقوم بإجراء الحركات الرياضية داخل المسبح، بالعكس بيكون خفف الضغط على العضلات، خفف الضغط على المفاصل، ومثل ما تعرفين مشكلة المفاصل تبدأ تزيد مع التقدم بالعمر، من بعد سن 50 تبدأ تتراكم، 60-70 تكون واضحة أكثر، المريض يبدأ يتشكل من آلام بشكل مزمن. فالرياضات المائية بشكل عام يعني اللي هي تتم داخل المسبح تكون مريحة لهم وتساعدهم في إجراء التمرين وبدون ضغط على هالمفاصل. فالرياضة بحدود المعقول
تمشية خفيفة يتناسب يعني مع صحة تمشية خفيفة من بعد صلاة التراويح، إجراء صلاة التراويح بشكل كامل إن شاء الله تساعدهم يعني. إن شاء الله، والله يعطيهم الصحة والعافية دكتور، وشكرا على هذه النصائح. طبعا مشاهدينا عندما نبحث عن الصفاء والنقاء والحكمة فأكيد نجدها بقلب الجد أو الجدة، العم أو العمة، الخال أو الخالة، فهم مصدر لسعادتنا واستمتاعنا بحياة رغيدة لما بنوه وأسسوه كي يقدم لنا على طبق من ذهب، فشكرا لهم والله يحفظهم لنا من كل شر يا رب، ومع السلامة.